لعل أبرز ما يحسب للجيش العراقي هو تأمينه لحدود بغداد الشمالية والغربية وتمكنه خلال 3 أشهر من المعارك مدعوما بالحشد الشعبي من استعادة مدن وبلدات في ديالى شرقا وصلاح الدين شمالا، كما انشغل قادته بإعادة هيكلة 4 فرق عسكرية كانت مسؤولة عن أمن الموصل وكركوك، وهي من سيعهد إليها مهمة تنفيذ عملية استعادة الموصل. أنه على الحكومة أن تكسب ود السكان المحليين لتكون قادرة على مكافحة داعش، وأكرر على هذا الموضوع، عليها أن ترسل رسائل إيجابية وإطمئنان إلى سكان المنطقة، لأن لن يكون من السهل تحرير هذه المناطق من داعش دون الحصول على دعم من الشعب. الجيش العراقي يمتلك وحدات من المشاة ولكن تنقصه الدروع، ولعل هذا يفسر التقدم البطيء نحو تكريت شمالا في المعارك ضد تنظيم الدولة التي توصف بالمتكافئة، لكن تشكيل الحكومة برئاسة حيدر العبادي قدم دعما معنويا للجيش إضافة إلى الدعم الدولي. دون إعادة إنتاج دولة تكون موحدة برؤيتها وسلطاتها ولو بالحد المقبول، لن يستطيع العراق أن يمارس دوره الطبيعي بالحفاظ على نفسه وأن يكون ثانيا عامل استقرار بالمنطقة. بموازاة ذلك، أعلنت الحكومة الجديدة عن برنامج حكومي يتضمن آليات لتطوير وتنظيم الحشد الشعبي في المحافظات الغربية والشمالية من البلاد تحت عنوان الحرس الوطني، الذي سيعيد تجربة الصحوات في مقاتلة تنظيمات القاعدة قبل سنوات وتجفيف منابعها. تؤكد وزارة الدفاع بأن الجيش العراقي يمتلك وحدات قتالية برية بإمكانها التقدم برا وخلال فترة وجيزة صوب الموصل إذا ما وفر لها الأمريكيون الغطاء الجوي والجهد الاستخباري، وهو ما تنص عليه المعاهدة الأمنية بين بغداد وواشنطن. طارق ماهر، سكاي نيوز عربية، بغداد.